قررت المحكمة الاتحادية العليا مالي. أولا عدم صحة الأمر النيابي المرقم 1/9/5 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 15/1/23 المتضمن إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدلين بناء على استقالته، والأمر النيابي المرقم 136 الصادر بتاريخ 4/5/23 المتضمن إعادة تصويب الأمر النيابي المرقم 1/9/5 في 15/1/23 بقبول استقالة النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من 7/5/22 بدلا من 15/1/23. ثانيا إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم في 14/11/23. ثالثا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14/11/23. رد طلبات الشخص الثالث باسم خزع الخشان كونها محل لدعوى أخرى قرارا باتا وملزما لكافة السلطات وأفهم بتاريخ هذا اليوم وصدر بالأكثرية.